مهما قالوا عنها. هذه المرأة نشأت في جو وطني خالص، بدءا من منابتها الأولى في مدينة متيلي وفي حي السوارق بالضبط، إلى أن انتقلت مع زوجها إلى مدينة العطف. مهما أصابوا في وصفها، كانت حنينة، كانت لها جمال الخلق. تضاف إلى لالة فاطمة نسومر، وتضاف إلى جميلة بحيرت، وتضاف إلى وريدة مداد وغيرها من بقية المواطنات الجزائريات. مهما دققوا في سيرتها، لا تشارك في الشيء نتاع الثورة هذه، البرانيس والقشاشي، عاد الجيش كي يجي يتصل بعد يقعد معها في البيت. أو مطيق طوق المواصل يصلى لعذاب يمينها، والشمال لم توهن من عزمها كهرباء. هذه قوها، هذا العظم نتاعها ما كانش عظم فيها، كل عظمها ريبوه لفيه في كل شيء. لم يستفق ربما الجلاد من هذا المشهد الهستيري إلا بعد أن أدرك أنه حول هذه الشهيدة عائشة الواصر، حولها إلى جسد من لحم ودم لكنه حطام. لا المدح ولا التمجيد ولا التعظيم يفي حقها في التضحية وصبرها عند البلاء. وحديد ببأسه وحبال وسعت سرها، وضاقت بسر الكهرباء العظام والأوصال، جشمت حمله وماتت عليه، وبغيظ مات العيد الأنبال. إنها الصبارة الوهاجة الشامخة عند كل وصف، إنها خنساء العطف. غيظ الجلادين من شموخ عائشة الواصر تحول وحشية وافتراسا، صبرها أرهقهم، ثباتها أرعبهم، صمتها أزعجهم، ضربوها، أوهنوها، عذبوها، ذلوها، لم ترضخ أبدا لمشيئتهم، لم تصرخ تحت وطأة أقدامهم. استشهدت بعد أن نزفت دون أن تتفوه بحرف واحد عن تحركات فلذات كبدها، وقد كانت لهم صولات وجولات في الثورة التحريرية. الأبناء هم زاق زيقم شهيد في معركة محصر بشقاق اقتراب مثلي الشعنبة، ثم رزاق أحمد فرع مال وفدائي مجاهد، وبقي على قيد الحياة إلى أن توفي في الاستقلال سنة 1993. ثم رزاق مبارك أحد أبطال معركة جرجير 1961، سجين بالأغواط إلى الاستقلال، والآخر الأولاد رزاق العلمي أيضا كانت له مساهمات كبيرة، وكان أحد الذين شاهدوا وعايشوا تعذيب المحتل لوالدته. كذلك البنتان
دورهما مميز في العمل الثوري. مسعودة زوجة أحمد بلخت الرزاق، واحد من كبار مجاهدي المنطقة، وميرا زوجة المجاهد والفدائي الكبير عبد القادر شنيني. كل واحدة منهما ساهمت في توفير المسكن والمؤونة للمجاهدين القادمين من الجبال. عائشة نواصر إذن هي تلك الشجرة الطيبة التي ارتوت جذورها من مياه الوطنية النقية، فأينعت ثماراً تنضح ثورة وكفاحاً ضد المستعمر الغاشم. هو الأصل والمنبت الطاهر في بيت لم تبق منه سوى الأطلال، ويظل الحجر الأصم شاهداً على ميلاد بنت اسمها عائشة لم يتخيل والدها رمضان بن علالة أن تخط لها الأقدار خاتمة يحلم بها أفضل الرجال. العزوج الشاي زايدة عام 1901 زايدة في السوارق في متليلي. احنا على بالك بدو تاع الصحراء يقعدوا في الخريف يولوا البلاد، عندنا القابة في متليلي، وفي الشتاء والصيف والخريف اللي الشتاء والربيع يخرجوا الصحراء عندنا المواشي. ذهب بي الله يرحمه عام 25 كنا بالجيش الشرقي هذه تاع عويد نساء، جينا مقربين هبطنا احنا عام 48 في قرية فينا في العطف. عجبتنا السكنة وعجبتنا خاوتي بحال قعدنا. هاتي هي الحارة التي استقرت بها عائلة محمد رزاق، لم تتغير معالمها كثيرة. هاته الدار آوت بين جنباتها ثلة من الفدائيين والمجاهدين الذين شكلوا باكورة العمل الثوري ناحية غردايا. لم يكونوا ليجتمعوا هناك لولا كرم ابن العائلة أحمد وقدرته الفائقة على العمل في سرية تامة. أحمد كان فرح مال، كان الخلايا قاع السنة اللي تجمع الدراهم عند المشتركين هو اللي يتكلف بها. وفي أنا واحد ذاك الوقت هو كان مقراش، كنت نكتب له أنا بحكم إني صغير نكتب له للمشتركين، يعني الأسبان تاع المشتركين اللي يدفع لينا، حتى اللي يدفع زو دينار في ذاك الوقت. ذات الناس تجندت هنا في 57، كان واحد اللي جاء هنا في الأول في 57 يقول له محاد علي قبائلي، هو يقول له عز الدين اسم تاعه بصح في الجيش يسموه محاد علي. كان اللي هنا عاد خويا يمشي معاه، سمى أحمد الله يرحمه يمشي معاه خاطر مسؤول تاع فيدا. قال له ماذا بينا بحال نشوفوا العائلات الزوج تنظم لنا النساء يخدموا في الثورة. هو من جعلها تدخل نظام الثورة في سنة 57 قبل ولديها وابنيها رزاق مبارك ورزاق الزاق. كي يحتاجوا معنا قشاش ولا حاجة ولا يكلاد اللي حال هي تروح للبلاد، هو يدوا عاد النساء. كي تلقى قشابية زوج جيبها، تلقى برنوس، تلقى ذيك، تلقى عاد الحوايج تاع البداية. والله تسمع واحدة بقات عاد مسلاح استخبر ما تبينوش بلا تخدم في الثورة، يعني تبين بلي تشري وخلاص. كي تسمع هذا تقول له مودرا كاينه واحده عندها كابوس وقالت تكون بصبت نبيعه وكذا وعد ديما ندير به وكذا وكذا، قال هاتيه. هكذا انخرطت عائشه نواصر في الثوره دون ان تبالي بالاخطار التي تحف درب النضال. مضت في طريقها الشاق دون ان تمل او تمتعض. تعلمت من مدرسة الجهاد نكران الذات والانصهار في بوتقة العمل الجماعي النبيل. تذوقت حلاوة الوطنية في أرجاء دارها التي كانت مركزاً لهذه المدرسة، وأضحى لحياتها الفانية هدفاً تفيق وتغفو من أجل تحقيقه. الهدف ذاته والشغف ذاته من أجل الإنعتاق والحرية هي أفكار راودت زوجها المسالم محمد رزاق الذي خطى خطواته الأولى على درب الكفاح. كلفوه بالخدمة تاع الصباب
هو كوردي عرف كوردي عرف خمسبط يجيب الشرك يشيل اخويا والزوج نتاع الشرك نتاع الكواتشو ويخدم الصبابط للجيش. هذه خدمته كانوا كان خي يخدم الصبابط للجيش. فرنسا كعلاج كي الحركه نتاعها قبضوا نوبتين وثلاثه تقبضوا تبحثوا يومين ثلاثه وتطلبوا. ما يجري في بيت محمد رزاق من لقاءات واجتماعات هامة بين القادة السياسيين والعسكريين في المنطقة كان له صداه وتداعياته على العمل الثوري من ناحية والكفاح المسلح من ناحية أخرى. سنة 57 900 وألف طبعها الزخم الثوري في منطقة غردايا هي سنة التعبئة والنفير لإذكاء جذوة الثورة التي امتدت إلى الجنوب الغني بثرواته الطبيعية. رزاق الزيغم الابن البكر للمجاهدة عايشة ناصر ينضم إلى العمل الفدائي في سرية تامة كغيره من أبناء المنطقة الذين وهبوا شبابهم للثورة. استجاب الكثير من سكان المنطقة للانخراط في العمل العسكري المباشر، وهذه الاستجابة لم تكن وليدة لحظة، ليست ضربة لازب كما يقال، هذا إرث من الثقافة التي أرضعتها الأمهات لأبنائهم في كره الاستعمار وكره المستعمر. صار لجبهة التحرير الصوت الأول في هذه المنطقة، وتوج ذلك بأول عمل عسكري ضخم في بادية متيلي وهي معركة أفران في أوت سنة 1957. أول معركة في الصحراء وقعت في هذه أفران، وأول مجموعة نتاعت مجاهدين لحقت 108 فيهم العاجز وفيهم اللي بسلاحهم، منهم 18 واحد اللي تخدم عند فرنسا وحربت. سبعة مينيتير تريول يقولوا لهم يعني باللغة الفرنسوية نتاعهم، و11 قومية، 18 واحد خرجت من عند فرنسا التحقت بالزيش وراحت لهذه المنطقة. أصبح الزيش يعني عنده سلاح ممتاز وصبحت سيطرة تامة، مما ترتب عنه يعني ضغط فرنسي كبير أجبر الكتيبة التي خاضت المعركة في بادية متيلي الانتقال إلى الولاية الخامسة، وسيشارك رجال هذه الكتيبة الذين فاق عددهم 150 شخص في أحداث الثورة في المنطقة الثامنة في الولاية الخامسة، أي بالضبط في ولاية البيض. مرحلة هدوء حذر يتخلله بعض الكر والفر شهدته المنطقة من صائفة 57 إلى غاية صائفة 59. فرنسا حاولت بكل ما أوتيت من قوة كتم أنفاس العمل المسلح في الصحراء، كانت حربها من أجل البقاء وإعلانا للعالم أجمع أن فرنسا تسيطر على الأرض بشكل تام. تلك الرواية التي سوقها الاستعمار دحضتها جبهة التحرير على أرض الواقع في أكثر من مرة وعلى أكثر من صعيد. سنة 59 هي سنة مفصلية في عمر الثورة التحريرية في منطقة غردايا، بعبارة أوضح هي مرحلة كسر العظم بين فرنسا من جهة وبين جيش وجبهة التحرير من جهة أخرى. فرنسا بعد اكتشافات البترول والغاز في الصحراء الجزائرية بعد مباشرتها لمشاريعها في تجاربها الكيميائية والنووية في الصحراء الجزائرية قد قررت ومضت قدما في موضوع فصل الصحراء عن الشمال الجزائري، ولذلك حاولت أن تضرب كل جهد ثوري في المنطقة. فعندما أحست بأن جبهة التحرير تعيد بناء نفسها بعد الضربات التي تلقتها في سنة 58 باشرت عملية قمع وتحسس مسبق لكل عمل ثوري يمكن أن ينتج عنه معارك أو شيء جديد تباغت به فرنسا. قاسية تلك الأيام والشهور
التي رمت فيها فرنسا الدوغولية بكل ثقلها للنيل من استمرارية الثورة بزخمها المعتاد في الشمال كما في الجنوب. عائلات هجرت، أعراض استبيحت، أرواح أزهقت، كتائب في الجبال أبيدت، حيوانات بالنابالم أحرقت، بيوت خربت، متابعات، ملاحقات، اعتقالات، استنطاقات. في هذه الأجواء المشحونة تم إلقاء القبض على ثلة من فدائيي غردايا، من بينهم الزيغم الولد البكر لعائشة نواصر، وأحمد ابنها الثاني الذي أدخلها الكفاح الثوري. حزن عميق زعزع جسد الخنساء، غير أن صبرها الجميل وحده كفيل بإخماد نار الحيرة والقلق التي نشبت داخلها. أما الوالد محمد رزاق فله حكاية أخرى مع تلك الأحداث العصيبة يرويها أفراد الأسرة. النهار اللي تهزوا حياة الزيقم قبطوا فرنسا، شوية كلي حس قبطوا واحد الباخصة، نقول واحد الباخصة كي قاعد يلاجي منها واحد الثلاث أيام. أبوي حكي يعطاو لأولاده 15 نمورة أولادي، يقول لي يا بنتي أنا يا عامة واحد العام زين، يقول لي يا بنتي أنا واش نفع حياتي كي يقضى أولادي وباصاو، وأنا قعدت أنا ونسى معرمين حياتي ما عدي واش يا بنتي ما ناكل الموت خير ليا. ماذا قالها؟ أنا راه كي اللي قابطني شوية الكحة روحي عند فلانة هاتي لي ليها كيلو دهان. قالت صح هذا ماسل، خلاتني أنا مريحة حدا الطفل هذا وليدي النكع فيه نتاع عام، خلاتني مريحة حدا وقدا جيب الدهان. أو دقي خرجت قال لي بني واحد هذا نتاع حاشا عين خمسة سوريا يلعب في البلوطة حدا، قال لي ربي يا بنتي نضيه ما يقعدش حدايا راه دوخني زعق، وانت نودي نودي حطي ابنك راه رقد حطي في بارك دفعتي. انا رفضت الطفل لين نحط فيه وبني ذاك راه يلعب دار شي شنو انا ولا شرشر. خرجت هاري يا خويا قلت لي راه اللي قدات يا الكبير، قالت قيد جيت انا تبرمت هي حتى كلمتني قالت سوداء. قلت واش قالت لي؟ نودي بويك هذا مو شرق، هذا اللي لقيته مو شرق مو شرق، تكلمت وما كلمنيش. انا حطيته لقضيت نلقى بعد خلاص قالك في التالية بعد. حزن على حزن تراكم في صدر عائشة نواصر التي فقدت زوجها ولا تعلم مصير ولديها. عائلتها أضحت مشتتة بين قبر وزنزانة ومخبأ. شعرت بتلك الأيام العاصفة تتقدم من دارها رويدا، فلا قيمة لجهاد من دون ابتلاء شديد يقترب أجله. الزيغم مثل أمه الخنساء لم يستسلم لليأس، ففي رأسه كانت تدور أفكار للفرار من الزنزانة القابع فيها. سجل مع شرع علي أحد الجيران وأيضا مناضل، سجن هذين الرجلين في مركز أمني موجود لحد الآن، موجود جزء منه لهم في واحد الشمبرة، والشمبرة هذيك مسغولة ولكن هي مبنية بالطين، وعندها واحد المخرج تخرج للزنقاء ديك السماء قعروها نساها عد من المقارف نساها غير المقارف نساها هذا كانوا مسلسلين مع بعضهم بعض، ولكن غير نسال العسكري جاب القاملات نسال المغرف يدي المغرف نسال هذيك حفروا بها في الليل تبعد حفروا الحيط وخرجوا منه خرجوا واحد الزنقة. والعجيب أنه كان مقيد السلاسل مع رفيقه في تلك الزنزانة وهو شرعلي. شرعلي كان صاحب بنية متوسطة في أمكان تمكن رزاق الزيق من أن يحمل هذا الرجل وهو مقيد ويتم له الهروب من هذا السجن. راح اتصل بواحد مو مجاهدها جنود اتصلوا بها قالت لهم سلسلة، وجانا هو
في الليل قدوة. السلطات الاستعمارية جن جنونها لحظة فرار الزيغم من السجن. كل الشوارع والطرق المؤدية إلى دار والدته عائشة نواصر وضعت تحت المراقبة، وانتشرت عيون الاحتلال في كل المداخل والمخارج في انتظار لقاء الزيغم بوالدته، لقاء لا بد منه لأداء واجب العزاء في والده المتوفي منذ فترة. العلمي الأخ الأصغر للزيغم يسرد تفاصيل تنظيم هذه الزيارة السرية. المجاهدين على كل حال احنا كنا نتصل بهم البر، نتصل بهم البر، عندي واحد عندي قطعة نتاع معز، هذيك السبب اللي نطلع بها انا قطعة نتاع المعز هذيك. كي اتصلت معهم الاخ المرة الاخيرة اللي حال دينا لهم شحال مرة مثلا، ولكن المرة الاخيرة كي اتصلنا اتصلت بهم قالوا لي انا باقينا فضول قدوة بها تجينا في الليل، ليلة نهار الخميس قالوا لي قدوة بها تجينا في العشية نهار الجمعة باش تخبرنا اللي كان فرنسا كان سيركلاج ولا حاجه، خافوا خاطر الله يحطهم عفرا يقولوا فرنسا داير سيركلاج هنا. مال انا بحكم ما جاتش تحيه قضيت في العشيه منا كان عادي تشوفوا انسان رايح بحال بالمعزات وخلاص وكان له رايح بحال. الحق ذلك كل حال على قال بلي رانا الليله نمشوا نهبطوا باش تقول لهم بي الله يرحمه كان ذاك الوقت مات ايام وش ياسر اللي عندهم اللي مات، وكي جاوا باش يجوا لهنا العائله خويا الكبير رزيقهم الله يرحمه في سرية تامة زار الزيغم والدته في دارها دون أن تنتبه عيون الحركة لهذه الزيارة، زيارة مشحونة تمتزج فيها مشاعر الحزن والأسى بمشاعر الاشتياق بعد معز اللقاء. ودع أمه وأختيه على أمل زيارة أخرى لا يكون فيها نحيب ولا دموع. الأقدار نسجت خيوط الأحداث دون أن يتمكن هذا المجاهد الفذ من رؤية وجه أمه مرة أخرى، وهو الذي كان يسعى للقدوم ثانية رغم المخاطر التي تعترض طريقه. كي جاء اتصل هو واحد يسرح بالحراق نتاع العرش نتاع البلاد، قال له انا يقول العزوج انا ليك اثنين نجي ولي عاشوا يكثروا لي البكي وكذا انا ما جيش، هو ونسيبو في زوج كيجاو من القعده. السيد ذاك ما هما ما جاوش، السيد ذاك القدوه قبطوا فرنسا عذبوه، هو خوته في الجيش كاع واش هو مجاهد قر، قال لهم تلاقيت انا ورزاق الزيقم وشنيني قبط قادر وقالوا لي انا نجول العزوج ليلة اثنين. وكان قلنا في نيته ان يزور والدته يواسيها ويقف معها في هذا المصاب الجلل الذي اصيبت به وهو وفاة الوالد، الا ان المحتل ربما كان قد قدر ان المكان الذي سيأوي اول مكان يأوي اليه رزاق الزيقم بعد هروبه من السجن هو ربما البيت، لذلك نصب فخا كمينا لرزاق الزيقم، ولكن هذا الكمين لم ينجح. خسرت الإدارة الاستعمارية معركتها الاستخبارية في أحياء العطف، لم يعثروا على أثر للمجاهد الزيغم ورفاقه في الكفاح. المعلومات التي وصلت لسلطات الاحتلال لم تكن كاذبة، غير أن المطلوب الأول في هذا الكمين قد غير نيته في آخر لحظة ولم يزر بيت والدته. هذا الصيد الثمين الذي أفلت من شراك المستعمر كان له تداعياته الخطيرة على دار عائشة نواصر، إذ قررت الإدارة الاستعمارية مداهمته بالليل علها تظفر بأية معلومة عن مكان تواجد هؤلاء المجاهدين الخطرين. هي ليلة اثنين جات فرنسا خلت السيارات كل خلتها في البعيد وجات العسكر عليك عليها، سكروا الجبل سركلوا الجبل كاع سركلوا الدوار كل وجاو قال لي قرد موبيل داخلين للدار
الحوش قايم ردو قايم فيه قايد بحال شويه رد حلو شخلو دخلوا لقوا العزوج في دار الضياف راقده هي وبنتها وبن هذا العلمي. خبطوا بعد العزوج باب كيما هذا خبطوا خشوا لها وانا خشوا لي الداخل. كانت يا خويا معايا يا خويا يحيى الشافي احمد قالوا لها هذا ولا بلا بنتها وبنات قوتي قالوا لها قلنا هذه شكون معاكم قلنا له هذيك قالت لهم الحمام هذيك من المر مر محظوظة قالت لهم انا راجل راه في الحبس ياكرا عندكم. جات عندنا جات عند دار زوجي انا دار زوجي خالتها ما انا هكاك راها قالت راهم العذاب والعسكر تعرف مالين الدنيا من الكاف لهون اللي ما كانش بلاصه ما خلى مسد في الحجر الكيفان الارض كاع يعني. جاء الجلادون بهدف انتزاع المعلومات عنوة من صدور من كانوا بالبيت بوحشية لا مثيل لها. بدأوا مسرحية التعذيب التي دامت لساعات، هي ساعات شبيهة بدهر من المعاناة التي لا نهاية لها. دارونا لاجيشان تريسيتي قبل هذه الأولى داروا لي في أذنية من بعد داروا لي هنا بس قال هنا حاشا في اللحم الرقيق وهنا وعند تحت بقيت عود تريسيتي تخبط زين هذبونا على كل حال وكنا حولي تسادي بداية الأولى ما زال ومن بعد نحولي بدور تريسيتي لبا قبل ومن بعد نحول تريسيتي جاو والمجاهدين وراهم وجبتوا لهم وين اللي يدي لهم وانا راك عارف بالعذاب هذا وراهم جاو عندكم هنا ولو ما جاوناش جاو ما جاوش بط. العلمي عذبت والدته أمام عينيه في الغرفة نفسها غير أنه لا يتذكر من تلك الساعات اللعينة إلا لحظات معدودات. في دولة تريسيتي ودنيها وطحت ومن بعد ضربها بركوت بهنا على الفؤاد ومن بعد بدالها بدوها في البط هي كان ذوك هم يبطوا فيها منه وهي يبطوا فيها من هي يسمع حتى وكل واحد راه لاهب كل صراحة كل واحد راه لاهب روحه ما عاش عارف اللي يسمع ما راش ملتفت ما هوش هدي لك ما يهدولك شتى الوقت باش تلتفت انت ولا ما يعني يكلموك جاو وين ما جاوش قال طفطف تريسيتي جاو ما جاوش يفتنوك ما يخلوكش قاعد ما يخلوكش باش تفكر الضرب والتريسيتي ما يخلوكش التفكير باش تلاهي انت تشوف واحد كيف راه صاير فيه ولا الاخر كيف راه يصير فيه ولا تخلوك لاهي في روحك. مسعوده هي الاخرى لم تسلم من وحشيه الجلادين الا انها لم تتخيل ان تصل تصرفاتهم الى هذا الحد من الدناءه. جبت لك موس هاكي في درع موس خشوا لي في حزامي شمر قول لحبها محزمة بيها قولي قال لي قلت لي عدي ما نقول ما نكذبش ما جبت حي ما يجيني حد ما شفت ما عدي يخبر قاع في حد راه يجيني والو جاوكم يقولوا كم راهم يجيكم الناس تاني قلت والو. صبر البنت التي تحدت جلاديها من صبر أم واجهتهم بصمت لاذع. صمت أذلهم وحط من قيمة العنجهية الاستعمارية فما كان منهم سوى افتراس جسدها الواهن حتى آخر رمق. هذبوها هذا العظم نتاعها ما كانش عظم فيها كل العظم هريبوه لفيه في كرشة كسرها دقت قاع وجهها عفسوا لها هنا مسمار الله بني داري لها المسمار في وجهها هنا عفسوا عليها كي جاوا خارجين دقت قوها ما خلاوش فيها ديك البيت ما زالت شبوها ما هي عذبت هي وخويا العلمي رفاقه عذبهم في بيت وحده وما زالت تشوفوا هذيك البيت الحيط تشوفوا تقولي مرشه تقولي مرشه يرشوا فيها رشه بالدم. في تلك الدار المباركه مارس الجلادون كل طقوس الحقد والكراهية مارسوا ألعابهم المخزية بضمير ميت وقلب بارد. جبروت التعذيب أعتى من كل جبروت لا يعرف معناه إلا من كان تحت وطأته. شيء فظيع موش بحال يعني لا تورتير مش حاجه نتاع حاجه سهله والله حاجه يعني يعجز عليها اللسان
لولا قدرة الله سبحانه وتعالى إنسان يموت يموت مئة مرة كاع، وفات صدقني في لاطورتور يموت مئة مرة، وصدقني لا يبقى يهددني بالكابوس كي يجبد لي الكابوس وحط لي في كرشي عند بالو راني بحال انا خاف من الكابوس. انا والله تمنيت ان يقتلني من العذاب، ما قلت العذاب، تمنيت ما يقتلني. قلت له كثير يا تري، انا قلت له فيها من قلبي بان حمكو، ضربني بركبة على الكرشي قال لي ماني. يعني هما الانسان راه يعود يتمنى في الموت وما تعطاكش. هو الموت ما فتئت رائحته تغمر الدار، موت يقترب متلذذا من تلك الأجساد الواهنة. قدرة ربانية سكنت روح عائش ناصر في تلك اللحظات، كانت أعتى من كل أدوات التعذيب التي استباحت كرامة ذلك الجسد الأنثوي. النهار اللي عادوا يعذبوا فيها ما إيش دارت المحساب كاع، كأنها تشوف فيها ما. وهذا هما الشيء اللي زرتوه كول ما نيرفاج يسمى كيفاه، ما راه ماهيش عاد القيمه كاع، يعني عذب بط ما كيف كيف ما اديش الخبر. كانت لها سجاعة الله يرحمها. تيقن في اخر المطاف المحتل او الجلاد انه لن يتسنى له اخذ اي شيء من هذه المراه، فتركها في المكان تنزف دما وقد تجشأت الكثير من الدم، بل تجشأت قطعا من اللحم ربما من شدة الضرب ومن شدة ومن قسوة هذا المحتل الذي أذهله وأغضبه صمود هذه المرأة. انصرفت القوات الطاغية مهزومة مدحورة، انتصرت عليها امرأة لا حول لها ولا قوة، انتصرت عليها إرادة الإيمان العميق بالقضية العادلة. مع الفجر غادرت الأقدام الهمجية المكان، وقد تبين خيط الحق ومحى خيط الباطل. في ذلك المكان فارقت الروح ذلك الجسد الطاهر، وأدرك الناس أن عائشة النواصر قد فارقت الحياة، صارت جثة هامدة، فعلموا أنها قد توفيت، ولم يستطع ولم يتجشم أحد أن يقترب منها، لأنه يدرك أن من يقترب من شخص عذب أو شخص قتل فهو يعرفه فهو متعاطف معه. رحلت شهيدة عائشة النواصر عن هذا الوجود، ودفنت في مقبرة العطف، والعجيب أنها دفنت بجوار زوجها الذي سبقها إلى الآخرة منذ 3 أشهر. إذن السيدة عائشة النواصر الشهيدة عذبت وهي في عدة الوفاة. الخنساء المؤمنة قضت نحبها وما بدلت تبديلا، وانتقلت من دارها الفانية إلى دارها الأبدية في روضة من رياض الجنة كأنما شهدتها من قبل. قبل عامين ما تموت شفت في المنام رؤيا، قالت أنا شفت مقام وراوني مقامي في الجنة جنان، وقالوا لي هذا جنانك في الجنة، وكان الحق صدق ذاك الوقت. كانوا مبشرون مبشرين قبل ما يموتوا لأنهم كانوا مخلصين الإخلاص والطهارة. روح المجاهدة الثورية ظلت بجوار روح زوجها يرقبان معا ما آلت إليه الأحداث في حارتهم العتيقة بالعطف. في الدنيا عمرها ولا تسكرت دار بيعمها ولا تسكرت القوار مسكرة، يخبطوها بالكتب يحط خلين هذا عادي محلولة حاجة، يقشلها الحراق يقشلها البزي عادي. في الدنيا عمرها ولا تسكرت 6 سنين لا تسكرت، ولا في الدنيا ترد بابها دائما محلولة.
عائشة نواصر أضحت مثالا لثلة من النسوة الصحراويات، وهبن أغلى ما يملكن من أجل الانعتاق من ربقة استعمار جثم على الرقاب قرنا ويزيد. مشاركة المرأة في تلك المنطقة كانت فعالة، كانت هي الحاضنة الأولى للعمل الثوري، هي الدافعة التي تغذي بأحاجيها وبأغانيها وبمراثيها، تغذي اللحمة الوطنية أو تغذي الخميرة الوطنية في نفوس الشباب الذين كانوا يندفعون إلى الموت في سبيل الله عز وجل نتيجة هذه التربية التي كانت تعطى من هذه المرأة الصالحة المتدينة التي ورثت يعني ميراث قرون عديدة، وعرفت بأن ملايين الجماجم قد دفنت في طال الجزائر من أجل مقاومة هذا المستعمر، فلم تكن لتسلم يعني هكذا. جرائم المستعمر ضد النساء الثوريات بناحية غردايا توالت الواحدة تلو الأخرى، فمن فكت الفضائح تلاحق المحتل بتعذيب مجاهدات فارق بعضهن الحياة تحت آلة التعذيب التي لا ترحم. شهيدات لا زال التاريخ إلى اليوم يذكر بطولاتهن ومآثرهن. هناك شهيدات أيضا كثيرات، نذكر منهن مثلا فاطنة حمزة، نذكر منهن أيضا فاطنة قريدة، فاطنة ولد مختار. ربما اسم فاطنة هو اسم مشهور عند الجزائريين على أساس أن اسم فاطنة هو اسم لفاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه التسميات كانت كثيرة في المنطقة. فيه شهيدات الدين أم الخير، فيه من عائلة رويجي، من عائلة بومهراس، عائلات كثيرة في الحقيقة فيها شهيدات سقطنا كلهن في ميدان الشرف أثناء الثورة التحريرية الجزائرية. ولكن إذا جئنا لكل هؤلاء الشهيدات ممن ذكرناهن وممن لم نذكرهن، قد نجد أسماء نوعا ما تركت بصمتها. فلما نتكلم مثلا عن عائلة رزاق أو عن عائلة طرباقو، فنحن نتكلم عن خنسوات شعانبيات في مدينة متليلي وفي مدينة العطف. خنساء العطف الشهيدة عائشة نواصر ذاع صيتها في الآفاق مثلما ذاع صيت خنساء الشعنبة التي وهبت هي كذلك في الذات كبدها للثورة التحريرية. حد بن عمران تسمى خنساء الشعانبة لماذا؟ لأن هذه المناضلة دفعت بأبنائها، عندها ثلاث أبناء، دفعتهم إلى رحى الحرب قانعة ومتيقنة من أنها دفعتهم لصالح الوطن ومن أجل هذا الوطن. زوجها محمد طرباقو، وهي من عائلة يعني أمها عائلة طويطي، فهي عائلات في الحقيقة تصاهرت وأنتجت لنا هؤلاء الأبطال التي يعني لها ثلاثة من الأولاد استشهدوا كلهم أثناء الثورة التحريرية، مسعود وقدور ومحمد. هؤلاء كلهن سقطوا أثناء الثورة التحريرية، فسميت بحق بأنها هي خنساء الشعانبة خاصة في متليلي. تصفية فرنسا الاستعمارية الجسدية للشهيدة عائشة نواصر كان هدفه زرع الرعب في نفوس أولادها المجاهدين وفي نفوس مجاهدي المنطقة. وبمثابة إعلان صريح لهم أن عائلاتهم في خطر وأن حربا قذرة وبلا ضمير بدأ يدور رحاها في جزائر لا تأبى غير الحرية بديلا. ما كانت فرنسا تعتبره انكسارات في حق الجيش والجبهة والشعب الجزائري كان في الحق انتصارات. كل دم كان يسيح على الثرى وعلى الأرض الجزائرية كان يورق مكانه أملا وعملا آخر. فاستشهاد هذه المرأة لم يكسر عائلتها عن استكمال المسار الثوري. ظل استشهاد هذه المرأة البطلة جذوة تتقد في صدر ولدها البكر الذي أصر هو ورفاقه في الجهاد على رد الصفعة لعسكر فرنسا بطريقة مدوية.
ذلك العمل العسكري الشجاع الذي قام به الزيغم ومجموعة الكوموندوس التي كانت معه أدخل الرعب كذلك في قلوب الخوالة وعيون فرنسا الذين ما فتئت أسماؤهم تنكشف للمجاهدين. كي طلع منا داروا في الكوموندوس. الكوموندوس هذه في بوكحيل. واللي حال كانوا يقضوا على قداش المجموعة تاع القوار هذه تاع الرصاص هذه. كاين واحد داير كابيتان هو داير تاع الرصاص وداير ريجيستر وداير فيها فالناس الرحال هذه كاين اللي عنده يوصلوا له يوصلوا الخبر لبعضهم بعض ما يبيعوا المجاهدين. ما لو وين كانوا وين دار الجيش ايه وهذاك يتباع وهذاك الرصاص هذاك الكابيتان تاع الرصاص داير المنكر قالوا لهم لازم تقضوا عليه هذا دار ياسر في الشعب. ما لاخذوا لهم الكوموندوس هذه 70 واحد معاهم يقول له مسؤول قرين من الغواط ومعاهم حيه بغداد الشراع ومعاهم حيه قاده بن الشنيني سيبنا وحيه معاهم ناس مجموع الكوموندوس هذه شباب ذاك الوقت كانوا 28 و30 خذوا له داروا لهم بيسكات عنده 6 سيارات ونفراك فراك يعني اشار داروا مع 10 دقائق 10 دقائق قضوه. هذه الكمائن الشرسة في قلب الصحراء أقلقت جيش الاحتلال وأقنعت الرأي العام أن الثورة ما زالت متأججة في كل مناطق الوطن وأن الصحراء ليست إلا جزءاً منه. بعد مرور أزيد من سنة على رحيل خنساء العطف عائشة ناصر اندلعت واحدة من أعتى المعارك في ناحية غردايا يستعيد تفاصيل أحداثها من عايشوها من مجاهدي المنطقة. كنا حابين نديروا الاحتفال تاع أول نوفمبر 60 بدا الجيش يتلمد. كي يتلمد الجيش كاينين جنود جاينا من بلاصة بعيدة جاو تلاقوهم في فرنسا ضربوا معها. كي لحقونا للكبانية قالوا لنا ضربنا احنا وفرنسا وفرنسا الصباح جاية دارت تريصال هنا الصحراء على بالك علينا. الطيارة كشفتهم وضيقت عليهم بعد الضرب نتاع الطيارة هلال ثلاثة هذول وخلطوا مع العدد اللي كاين تم قسموا على ثلاث منطقة ثلاث جماعات. مجمع قرم الله يرحمه مسؤول الناحية العسكري قال لهم يلزموا يروحوا زوج باتروي ثلاثة باتروي الأخضر النظير وشني بغداد الشرع وحياة الزيغة يروحوا باتروي واللي هو طرباقو علي الله يرحمه وعمبو عامر عمر وبن شاشة قادة قال لهم تروحوا زعقوا عنا البل خاطر البل جابوا فيها الرافي طايمة الجيش بعيد الاحتفال. والزيقم الله يرحمه عينوه في المجموعة الثالثة الأخيرة الأولى والثانية والثالثة الثالثة المجموعة عينوه بطل اللي قبل ما يوصل للأماكن والله قبل ما يفرق لقوا دوك فرنسا كي لقات الجرة نتاع ثلاثة ولقات نتاع ثلاثة قالت الزيش دار قاع مشرد قسمت الكونفا نصها تبع ثلاثة ذوك ونصها تبع ثلاثة الأخرى. اللي هو طرباقو علي الله يرحمه قال لابو عامر عنده شوي مسمار في كراعه شوي يحس قال له عمي عمر انت روح انت وقاد روحه وانا نشد عليك شد لهم الواد عادي تبع في الزبار كي الكركون فتمشي الكراس ما تمشيش على كراعها كي يمشي العسكر شوي يضربهم يطيح منهم ويعاود يشدوا الارض كاين لاموران تدور عليه كالشاف هذي تلوح عليه واحد كي تشوفه في البصر تلوح عليه قنبولة خضراء يدي مارو حصل دعمام حتى المغرب وراح القدوة بلحقتو استشهد. نال البطل طرباقو علي شرف الشهادة في هذه المعركة حامية الوطيس وتمكن رفاقه من الإفلات من حصار الكتائب الفرنسية المدججة بالسلاح. هو القدر ذاته كتب للبطل الزيغم الذي لقن العدو درسا في التضحية بمعركة محصر بشقاق. واللي هو حياة الزيغم وحياة الخيذر النادير وبغداد الشرع شدوا واحد في
واحد القنطاس هكا جبل هكا وحد جاء الواد منا والواد منا وحد شد بعد وعر قعدوا فيه. فرنسا جات من شرق ومن قبلة ومن ظهر يتبع فيه اللي يتبع فيه مجرته واللي جاهم من الجهة الغربية واللي جاهم من الجهة الغربية ذوك تحصرهم في البلاصة دي. وكان زمان حوالي العصر احنا عندنا ما نقلبوش منك بالساعة على خاطر انا بعيد من المعركة بواحد 15 ولا 20 كيلو اسمها قيف الضرب. بدأت من العصر من فوق وانتهت في ظلام الليل تاع المغرب. لحقت لهم جوايه الخمسة تاع العشية. قال لكم تقسموا. واحد يضرب هاك وواحد يضرب هاك وواحد يضرب هاك. حيث الزقم شد الجهة الظهراوية على بالك السبش. شد بعض الحجرات كيما هكا كيجي يطل يضرب يطل يضرب يطل يضرب يطل. شافوه يشدوا له برافان تاع 24. جي حبه هنا حد قال بغداد حداه مات حداه وراه لي قال له قال الله اكبر طاح. التحق الشهيد الزيغام بالرفيق الاعلى. اجتمعت روحه بروح والدته ووالده في عليين. فرحة سماوية تناغمت بزغاريد نسوة يودعون أقاربهم من الشهداء في منطقة لم تبخل على الثورة بدماء أولادها. نجد مثلا في غردايا أسماء كثيرة، نجد صبرو سليمان، نجد سليمان بن مختار، وهؤلاء ممن نفذ فيهم حكم الإعدام. نجد أيضا ممن نفذ فيهم حكم الإعدام إرسي ومحمد، وكان من مجموعة وهران. فيهم شهداء آخرين من منطقة دايت بن ضحوة كمحمد حويشيتي، ميلود العيورات ومجموعة كبيرة أخرى. نجد في بريان مطلق، نجد في القرارة محمد العطاشي، نجد في المنيعة أسماء كثيرة. وفي مثلي يعني من باب أولى لعلنا نذكر الحاج علاء بن بيتور. هم الشهداء والصديقون في القول والفعل، من يرسم مسار الثورة حتى نهايتها. أحمد رزاق الابن الثاني لخنساء العطف واحد من هؤلاء. خاض معركة الأسر بروية واقتدار ليتمكن من الخروج في النهاية بقرار فرنسي العام 61-900. كي طلقتو من السجن كان السجن هذا خارج البليدة، وكانت الثورة دايرة واحد السيارات، سيارة 203 تطلع فيها زوج من الناس و 203 تهبط. هذيك 203 دارت من جبهة التحرير في البليدة باش كي يخرج واحد من المسجون من السجن وعود قريب من بلاد بعيدة وما عرفش كي يدير يرفدوه، هما يدوه ويقطعوا له التبيكي هما يركبوه. ما لما ضمن تا خويا هذيك يخرج حبست له 203. يقول له شحنا نخدم في الثورة؟ لا وين راك؟ وين كنت؟ وين راك؟ قال نقول في السجن. وين راك؟ رايح. قال باقي ناخذ الصحراء ونركب. قال لك بنوصلوك، ركب نوصلوك، يلا يلا ركب نوصلوك. وصلوا من جبال الأغواط إلى جبال بسكرة إلى جبال أخرى قادته إليها الأحداث والظروف. لم يكن أحمد يتمنى أكثر من أن يلتئم شمله بعائلته الشهيدة. لم يكن يحلم إلا بلقاء والدته الخنساء وأخيه الشهيد البطل وأبيه المناضل المخلص. لاحت تباشير الاستقلال دون أن يتحقق هذا الحلم، فقد شاء القدر أن يلتئم شمل العائلة من الأحياء في تلك الدار التي تظل مسرحاً لمشاهد الوطنية الحقة. جيت أنا من الجيش، كنت في الجلفة، في الجلفة، خرجت من الجلفة. وحياة حمد الله يرحمه خرج من بسكرة، والعلمي هذا كان في الحبس في البليدة، كان تاع المينور، الحبس تاع المينور. تلاقينا في افري في انا هما جاوا في افريل، احمد والعلمي تلاقاو في افريل هنايا في الدار تاع بين الله يرحمهم. وانا جيت في نوفمبر تلمدنا كاع في الدار مع اخونا،
ورحنا في ولا عزوج قول لمنا نزوروا فيها الله يرحمه هي وبينا قول واحد يومين رحنا زرناه احنا واخواتنا عاودنا لها بلاكة بحال تاع في الشيء هذا تاع عندنا نجوها كل عام نوبتين في السيمانه كل سيمانه نجوها بعد نهار الخميس 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 نجوها نزورها هي وبينا. هو قبرها الطاهر يبوح بسر الصبر والشموخ، هو القبر ينطق بملحمة خنساء أهدت الثورة في الذات كبدها، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هو القبر سيظل يحكي للزائرين جريمة من جرائم الحقد الاستعماري، هو القبر سيبقى يخط صفحات تاريخها للعابرين في درب مسيرتها العطرة. يا تاريخ قول لي عن هذا المهرة، يا تاريخ قول لي عن هذا المهرة، منقودة في السير الساعة والحين، صبارة وصبرها قاحر الكفرة وشربت من كاس المحنة كاسين، صبارة وصبرها قاحر الكفرة وشربت من كاس المحنة كاسين، اسمها معلوم في وقت البكرة وقت تروح الشمس كي تدمع العين، عيشة نواصر كانت تمرة حرة وما خافت حتى من كفار الدين، عيشة نواصر كانت تمرة حرة وما خافت حتى من كفار الدين، جاهدت وربات ولادها بالكسرة نعم المرأة خدمة المجاهدين. سيل الشعنب مستعصي على الحجرة كابر على الجهاد بحق ويقين، مهما قلت عليك من قول وهدرة ما يوفاش فعالك في ذي البيتين، هو وطني دايما مثل القمرة، هو وطني دايما مثل القمرة، يضوي ربع أركان شمال ويمين، الجزائر حبها راجل ومرة، الجزائر حبها راجل ومرة، يتحدى التاريخ عنهم كلام رزين، نختم بالصلاة على مول البشرى، محمد شفيع نتاج الكونين، كاتب الكلمات، شاعر من الصحراء، خالد من متليلي، شعبي رانا معروفين. متليلي مسقط الرأس والانتماء، هناك من قمم تلك الجبال الصخرية تستنشق الخنساء عائشة نواصر نسائم الحرية وتتمتع بها زمن الاستقلال. ترفرف روحها الطاهرة في الأجواء، روح عامرة بحب وطن واحد موحد اسمه الجزائر، عنوانه العزة والأنفة والكبرياء. روى ترابه الطاهر منذ الحقب الغابرة دماء شهداء وأبرياء ضحوا كي تشرق الشمس زاهية برونق الحرية والانعتاق.